حبايب هوليك البيس تاعنا راح نديكم المودوكيري. هذه كيما نقولوا شريعة تاعنا بصح شوية بعيدة. احنا شريعة من الارجي تلحق لها واحد الساعة بصح. هذه راح نضربوا السوايع وراقدين كيما راكو تشوفوا هاولي. فوالا الحبايب هذه ياكلو كان تشيكي في الانترنت. دوك نوريكم اسم لوتيل كلش. كي تشيكي في الانترنت كي تعمل بوكين محسوب تلقاه 20 دولار. انا جيت لهنا كليت له مخو الكورونا طا 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 خلاها لي 14 دولار. على كل حال هذيك الشومبري انا تعجبني شومبرا هكذا. شوف هذه يقدروا يرقدوا فيها ميم ربعه. فاهم زويجة هنا انا نحب هكذا. علاش نحب نحط الموفمون ديالي كاع هكذا. بون هذا وين سلت كان كلش محطوط لهنايا. هاي الحبايب دوك نزيد نوريكم براكش عامل. حبايب هنا اليوم دوزيام جور تاعي. انا اليوم راني رايع على كل حال بصح دوك نروح نزيد كشما بطاطاك كشما نديكوفري هنا شويه. كيما قلت لكم لا بريمير فوا هذه اول مره جيت لهذه مودول كيري. هاي الحبايب راي شويه واحد الريح اليوم الريح شوفوا غير الجربر جور ديالي. بصح انا اليوم راني رايح ان شاء الله. دوك نروح نزيد والله غير لوتيل والله غير ما خلصتو. شوفوا الموت هذا وين رو ماركيتها الموتو اللي كريتها هاي لك راك تشوفوا الرقم هاو طاحت ساز يا اخو الولاية ديالي. هاو النيميرو هذا النيميرو التليفون تاع مول الموطو. المهم قلت لكم كاين هنايا كاين واحد بربون الحلال زعما في المرشي كاين زعما الدجاج الحام كذا المذبوح كذا كاين بصح وين راح طيبوا؟ كاين غير هذا الريستور القليول هذايا اللي يخدم الحلال غير هو ما كاش واحد اخر. بون في هذه المنطقه بالك تخرج 20 كيلومتر ولا كاينين مانيش عارف. ها خوكم واش راح يضرب اليوم الصباح ومن بعد نزيدو نشوفو واش راح نديرو. خواتاتي السلام عليكم. فوالا رانا في مودول كيري. يعني داوي نعرف بلي كاين مسجد صغير ان شاء الله ما شاء الله على كل حال. ونضربوا دوره والله ما على بالي محلول ما على بالي كدا. السلام عليكم. أو عندهم شغل مدرسة قرآنية هنا باين بلي مدرسة. فقارة مساكن زوالة على كل حال فقارة مساكن. هاي شوفوا مسلمة صغيرة. السلام عليكم. السلام. اوكي. عندهم والله زوالة مساكن داري لهم السيد لهنا يا. ما على باليش لو محلول بوم باش نحل بخاوتي. يعني درت لكم ياك فيديو في المسجد تاع بنومبين ما شاء الله. بون المساجد مغلوقين خاوتي مغلوقين غير صلاة الجمعة. بالك ما شفيتش إلا قلتها لكم المرة اللي فاتت ولا لا.
غير صلاة الجمعة الصبح الظهر مغلوق غير الجمعة قبل لهم. احنا الكونترار في بلادنا محلول الجامع والجمعة مغلوق، ما فهمناش. بالك بالك سيدنا الرئيس، سيدنا الرئيس تبون او خايف من الحراك، ما كان حتى هضره واحده اخرى. الله يعلم ما مغلق تضب، الله يعلم ما مغلق باسكو ما نشاف او جاي الحاج بالك هذا هو الامام جاي يحل الباب ولا الله ما لبس. بون هما عاقلين بزاف ما كاش مشكل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شتوش على عقلين ولا غير عقلين يا اوكي 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 هاد لافي شوفوا لافي هادي كومبلي فيها غير هاد المسجد هذا مكان حتى هاد واحد اخرى فوق راه مساكن هذا بصح الحمد لله كاين ونصلوا الحمد لله. هذه تعتبر مصلى احنا عندنا عليك هو هنا مسجد. هاكو تشوفوا الدراري هادو مسقيورين هادو ما قاعدوا ما هذا بالك دو يخرج امام ما شاء الله. هاي ليك واش راك مونيا صافا مونيا تي ما شاء الله. هاي ليك مونيا صغيره والله العظيم ماني حاب نروح اليوم واش رانا والله ما على بالي باقيلا رانا لو 10 نوفمبر الله يعلم. قلت لك لو 10 الله يعلم رانا لو 9 نوفمبر الله يعلم لو 9. المهم العيد الاستقلال انا والله ماني حاب نسخد منها راني كيما كالعاده في مودول كيري ومن بعد نكتبها لكم كيفاش تولي. هنا الطبيعه الناتور عندهم شويه جبالات صغار كدا منا والله ما حبيت نروح حلات وحلات والله ما حبيت نروح. المهم لازم نروح العط ما كاش الكورونا دايره الحاله المدخول ما عنديش انا مانيش نخلص. يا ومن بعد الحبايب نسيت عديكم واحد المعلومة. هنا يحوس يحب بعد نهضروا على هذا موضوع واحد اخر. يوم بعد الحبايب بلاصة هادي فري فري خلوي هنا كاين روماركيت بارح روماركيت ما خلاونيش نفيلمي شوية هنا برك ما سنابر هكذا جايبين هذيك نسيت كاع واش يعيطولها ماشي كارافان شغل كارافان بصح هادي شغل هذيك شو هذاك اللي يبيعوا فيها الماكله هذاك الكاميون اللي يبيع شغل ريستورون شغل كاميون ريستورون شغل عندهم واحد لي طون جايبين جينيراتور هذاك تاع الدو تاع الاخ. قالوا لي اسمع قال لي ما تصورش لهنا قالوا لي احنا وجبدوا لي كوارتهم قالوا لي كدا شو كيما نقولوا وهنا رانا في الصانو برا باك شغل نادي الصانو جبدوا لي كاع لارمي وكدا قالوا لي وي دون وان شير ديس تسمى وي دون وان اللي ما يفهمش الانجليزيه قالوا لي مانيش حاب تشارك معنا هادية. قال لي ممنوع قال لي احنا لو كان دوك الجينيرال يشوف الفيديو تاعك يقطعنا قال لي احنا جينا بتخبية وكذا. قلت له يا اخي معليش فيها خير او مازالهم هنا باتوا تما مازالهم هنا مرة الجاية نجي نخبط فيها لهنا قيطونا نخبطكم فيديو حنون ان شاء الله. مقبل ما حبيت نروح فوالا مقبل ما حبيت نروح انا مانيش حاب نروح على كل حال اي بون قلت نحبشت فيها ريزور شباب قلت له غنروح نشوفه. عارفو كاع شفت الدراري الصغار جز بالموطوش الدراري الصغار يعوموا وانا جاب لي ربي يا جاب لي ربي هادوما اللي هنا فاميلة المعلم عبسة مش كيتش ساكنين هنا امبوسيبل مش كيتش هنا كي نشوف نعرف والله يعلم بصح انا يبانوا لي سواء عائلة الاخر سواء فاميلة المعلم سواء مش كيتش ساكنين هنا امبوسيبل. وين كنا في الصنوبر وين تروح وين تروح تلقى عفسة تحبس اوبليجي تحبس. وليت نحب الطبيعة انا يعني وليد العاصمة بصح مع اللاش ديالي هذا انا عييت من الباطيمات والزكا والعياط والغاشي والطونوبيلات والمازوط
هاي الخضورية ورانا ديموندي في الدموند انا ديموندينا فيها قهوة باش نفطن شوية. جيت في البيس ما وريت لكمش البيس مانيش عارف راح نوريه ولا لا. المهم لحقت لهنا على الخمسة تاع الصباح كريت شومبرا كدا على باب ربي ما ريزيرفيت ما والو كالعادة. غنوريكم ستيل تاع القهوة هذه ديالو دي سورتو في الليل باينه بلي فري خلوي فري خلوي راك تشوفو كيما نقولو حنا صالون دو تي راك تشوفو اون بلانر رانا في قريه الحبايب. هنا كاين ريستورون كرون موند شوفو واش شباب دوك نوريه لكم على الما قدامنا فري شباب. بون البلاد هذه مودوكيري هذه معروفه ب وعندها شويه جبال صعب صح جبيبلات ماشي جبال تعودتهم عندهم شغل تيكش دا. انا ما جاميش جبل كبير لهنا دا هو اللي بون ما نعرفش كومبوديا كاع كومبلي مي بون بلايص اللي رحت لهم انا ما شفت جبال عالية. شوك شباي اقول ماشي خلوية هنا الحبايب فري فري خلوي تريح لهنا تريح. بو هنايا عندهم نهار اثنين ما يخدموش العيد الاستقلال تاع كمبوديا لو 9 نوفمبر. اللي تشوفوه لابس تريكو احمر عرف بلي خدام لهنا وكاع بالتاكي واكي تلمو كبيره العفسه و لا كوموند بالتاكي واكي توك 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 توكي واكي. شوفوا الحاله شحال كبيره هذوما كاع دي سيرفور بالتوكي طب ويسربوا الغاشي الله يبارك. لا غير ريستورون ما شاء الله يا الحبايب هذا الا ناكل فيهم بعد عفسه. بون نجيكم من الاخر هنا الحلال ما كاش واحد يضرب شلاضه ولا عفسه. How are you? I'm very good. So can I know your name? My name is Fifi. Fifi? Yes. So what you come to do here? I come to, I don't know, it's my dad's choice. Ah, your dad, the speaky one. Yes. The glasses one, your papa, this man. Yes. Oh, your father have money, bring you enjoy. And this sister you, your sister, right? Yes. And this? Yes. Yes. You have two sisters or three? Two. This baby belong to who? Belong to my mom. That means it's your brother, no? No, I mean this baby belong to your mom. Yes. And you belong to your mom. Yes. And this lady belong to your mom. Yes. And this lady belong to your mom. Yes. That's mean four. Yes.
My father, mother, six. Yes. Very handsome boy. Very clever. Nice to meet you, my friend. Okay. So, where from? You from Mondulkiri? I'm from Cambodia, Phnom Penh. See, my friend. Where in Phnom Penh? Tusangkai. I don't know. Give me the name, number street, number. Street number two. Number two? Yeah. I don't know number two. Number two is not behind the riverside? There, the other side, no? I never know. Where is the street two? Near Antina. Antina? Antina. Near Kamko City.